كوبايتين من الدقيق المنخول متعدد الاستخدام، 4 بيضات، 1.5 كوباية من السكر، وكوباية زيت. هنحتاج كمان كوباية زبادي سادة من المراعي، وعندنا كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ذرة ملح. وعلشان نغلف القالب بتاعنا اللي هنعمل فيه الكيك هنحتاج سمنة أو زبدة مع سمسم، بس كده. دي كده مقادير الكيك بتاعتنا، زي ما قلت لكم مقادير يعني سهلة كده وما فيهاش حاجات كتير، حتى طريقة العمايل سهلة جدا ومش هتوقفك كتير في المطبخ. تعالوا بينا كده نجيب القالب، ويفضل يكون مقاس 24، تمام. وناخد الزبدة، والزبدة تكون طرية، تمام. احط الزبدة وابتدي اوزعها كده، تمام، بالشكل ده، والجوانب، تمام، بقينا معانا اهي. كده كويس، تسلموا يا رب. بصوا كده حطينا الزبدة في الجوانب والأرضية والدنيا تمام جدا اهو بالشكل ده، خلاص حلو قوي. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هحط بقى السمسم الأبيض ووزعه فوق الزبدة، تمام. ونمشي كده علشان السمسم برضو يجي على الجوانب، ويبقى كده احنا بطلنا القالب بزبده مع سمسم ابيض. خلاص كده القالب بتاعنا جاهز، اروح اشيك كده على الفرن واشوف الفرن بتاعي يكون شغال على درجه حراره 170 او 180 على حسب الفرن بتاعي درجه حرارته بتبقى عامله ازاي. في افران بتبقى درجه حرارتها عاليه قوي فخليه على 170. لو البوتاجاز بتاعك الفرن بتاعه تمام، وانت طبعا مجرباه كذا مره قبل كده، فخليه على 180. طيب كده احنا جهزنا اول حاجه اللي هي الفرن، القالب بتاع التسويه اللي هو مقاس 24، دهناه زبده ورشيناه بالسمسم. نيجي بقى لمقاديرنا. المقادير بتاعتي محضراها ومطلعاها كده قبل ما اشتغل على طول، عشان احنا في الحر قوي، فقبليها بنص ساعه علشان تكون معايا بدرجه حراره المطبخ، خاصه الزبادي والبيض، تمام. تعالوا نجيب الخلاط بقى بتاعنا ونبتدي نحط في الخلاط المكونات بتاعتنا فيما عدا الدقيق والبيكنج باودر. هستبعدهم كده، خليهم على جنب، وابتدي اخد كل المكونات دي احطها عندي في الخلاط. ادي 4 بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم، والبيض المستخدم دايما في الكيك يفضل يكون من البيض الكبير سواء ابيض او احمر، انا بفضل دايما الاحمر يعني نسبه الزفاره فيه بتبقى اقل. احط معاه الفانيليا، بس عشان البيض البلدي بيبقى حجمه صغير شويه فيفرق جدا معايا في كمية البيض في السوائل اللي موجودة في الكيك، فممكن يخلي المقادير تتلخبط مننا، فعلشان كده دايما نستخدم البيض الأحمر أو الأبيض بلاش البلدي. بين صوابعي كده هاخد ذرة ملح وابتدي أضيفها، تمام. وبعدين نحط إيه بقى؟ نحط السكر، وحط الزيت، ونحط كمان كوباية معيارية من زبادي المراعي السادة. بصوا كده، ده زبادي المراعي السادة كامل الدسم، يعني عايزة اقول لكم كريمي جدا، طبيعي 100%، طعمه خطير، بيخلي الكيك معانا هشة وتحفة وقوامها مظبوط جدا. شايفين؟ بصوا لو فتحنا من جوه، بسم الله الرحمن الرحيم، لقوا الزبادي كده عاملة زي ما يكون كريمة مش زبادي. بصوا القوام بتاعها، شايفين؟ بصوا عاملة ازاي، اللهم بارك، تحفة. تعالوا بقى نفضيها في الخلاط بتاعنا مع باقي المكونات. وهنا الزبادي بقى بجد بيخلي لون الكيكة أبيض، لونها فاتح، هشة ومنفوشة كده، وطعمها كمان حلو قوي. حطينا الزبادي، حطينا زبادي المراعي الكامل الدسم مقدار 250 جرام، حطينا كمان كوباية من الزيت،
حطينا كوبايه ونص من السكر، حطينا اربع بيضات، حطينا فانيليا، حطينا ذره ملح، وبكده نكون كل المكونات اللي محتاجين ان احنا نحطها في الخلاط حطيناها. فتعالوا بينا بقى نقفل الخلاط ونبتدي نضربهم كويس جدا لغايه ايه؟ لغايه ما السكر اللي احنا حاطينه يدوب تماما في المكونات دي. بسم الله. واشوف اخبار الخليط اللي انا حطاه في الخلاط ده ايه، هل كده تمام ولا محتاجين نضرب تاني؟ وده هنعرفه عن طريق زي ما قلت لكم السكر. السكر اللي احنا حاطينه ده سكر حبيبات مش سكر باودر، فلما اجي اخد كده معلقه واحس بايديا كده واشوف ايه الاخبار، لا ده مفيش اثر خالص للسكر، يبقى السكر كده داب، يبقى احنا كده تمام. والله حطيت ايدي وحسيت ان لسه في حبيبات للسكر، فنضرب شويه كمان كده. خلاص الخليط بتاعنا بقى جاهز وتمام التمام، حتى لونه افتح كده والقوام بتاعه تقل. هشيل بقى من الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط في الطبق الغويط اللي هقدر اكمل فيه الميكس بتاع الكيك. تعالوا بينا بقى ننزل الدقيق كده تدريجيا واحنا بننخله. برضو من الخطوات المهمه جدا انك انت تنخلي الدقيق بتاع الكيك اكتر من مره، ده بيخلي الدقيق كده اولا نظيف ما يبقاش فيه اي شوائب، ثانيا بيدي كده قوام هش اكتر لخليط الكيك. عفوا. خلص بقى كل كميه الدقيق بتاعتنا اللي هي كوبايتين من الدقيق، وعليهم بقى معلقه كبيره من البيكنج باودر، هننخلها هي كمان. بس كده، يلا بينا نبتدي بقى نخلط بالمضرب اليدوي كل المكونات مع بعض، واعتقد كده هتكون اسهل كيك تعمليها، متاخدش منك وقت ولا مجهود، ونتيجتها ما شاء الله اللهم بارك بتبقى هايله جدا. بنقلب بالراحه وفي اتجاه واحد لغايه ايه؟ لغايه ما الاقي ان الدقيق اللي احنا حطيناه تلاشى تماما والمكونات كلها تجانست مع بعض، مبقاش عندي اي تكتلات ولا اي اثر للدقيق على الاطلاق. حط كده الصينيه بتاعتنا اللي احنا دهناها وحطينا لها زبده وبعدين رشناها كده بالسمسم، على غير العاده لما نحط مثلا زبده وشويه دقيق، لا احنا حاطين سمسم النهارده. وعايزه اقول لكم ان السمسم من الحاجات اللي المفروض ندخلها في نظامنا الغذائي، يعني معلقه سمسم كل يوم ممكن تغنينا عن كوبايه اللبن، غنيه بالكالسيوم ومفيده جدا جدا، فحاولوا كده ندخل السمسم في اي حاجه ولو معلقه كل يوم. تعالوا بينا بقى ننزل خليط الكيك، وبصوا معايا كده الخليط هتلاقوه ناعم جدا، قوامه حلو قوي ما شاء الله، مفيش بقى اي اثر للدقيق، كل حاجه امتزجت كويس جدا. هنزل كل الخليط، خليط لونه فاتح وخطير طبعا، حطينا فيه زبادي المراعي، فبجد هيديكوا نتيجه اكتر من رائعه. يلا بقى اللي ما جربش كيك او اللي بيفشل في الكيك لازم تجربوا الكيك دي، مقادير وطريقه سهله ونتيجه مميزه ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا الكيك بتاعتنا ومدينها بقى مساحتها وفي مكان فاضي، يعني دايما كده خليكي املي نص القالب مش اكتر من تلتين، اكتر من تلتين ده هتلاقي الكيك بتفور منك في الفرن، فدايما كده النص ده افضل حاجه علشان تدي مساحه للكيك ان هي ترتفع معاكي في الفرن براحتها. مجهزين الفرن من قبل ما نبدا على درجه حراره 170 او 180، والشبكه قريبه من النص كده بالشكل ده اهو، نحط ونقفل
ونسيب بقى الكيك بتاعتنا تاخد راحتها في التسوية، تقعد حوالي 45 دقيقة. تمام، 45 دقيقة، ممكن من 40 دقيقة ابتدي اختبرها. تمام، بس هي اجمالا كده تاخد حوالي 45 دقيقة في الفلوك. والكيك في الفرن ما شاء الله لا قوة الا بالله، خلاص يعني القالب كله اتملى، مش هقدر افتح عليه طبعا لان معداش 40 دقيقة عشان اقدر افتح الفرن. فالكيك نفشت جدا وما شاء الله خطيرة. تعالوا نبص بقى اللي احنا عاملينها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الزبادي عامل ايه، يا خبر، قطنه بيضة ما شاء الله، وهشه جدا جدا جدا. بصوا جمال، شايفين لون الكيك؟ بصوا فاتح ازاي. مين معايا؟ بص كده، شايفين لون الكيك عامل ازاي يا جماعه؟ كيك فاتح وهش، اسفنج تحفه ما شاء الله لا قوه الا بالله. لازم تجربوا المقادير دي لانها مظبوطه جدا جدا، والنتيجه طالعه هايله.